مرحبا، يعطيكم العافية. احنا الآن في بداية ابريل، شهر ابريل او بداية شهر ابريل يعتبر شهر الميبل سيربس في كندا. الميبل اللي هو باللغة العربية القيقب، شراب القيقب اللي هو الميبل سيرب. القيقب هي عبارة عن شجرة تنمو ل 100 سنة تقريبا الافرج تبعها، وبتعيش في معظم الاماكن الباردة. الميبل هو الشعار، يعني اللي بيعرف علم كندا، الشعار تبع كندا او علم كندا محطوط عليه ورقة اللي هو ميبل ليف، وهاي شعار لكندا لانها موجود كتير في كندا. طبعا الميبل موجود في دول العالم كتير، لكن اكثر شيء متواجد في كندا، وعشان هيك تشتهر كندا في عمل الميبل سيرب. الميبل سيرب عادة بيجوا بالشجرة، بيعملوا ثقب وبحطوا زي أنبوب، وبصير ينزل هذا السيرب في سطل أو دلو، وبعدين بغلوه بخروا الماء وبخرج لنا شيء اسمه ميبل سيرب. هذا هو الميبل سيرب، وعبارة طعمه حلو زي العسل، لكن قوامه أقل من العسل أو أقل كثافة من العسل، وعادة بأكلوه مع البانكيكس. في ناس كتير بيستخدموه في الطبخ، بيعملوه مع اللحم، بعطي طعم حلو شوية للحم. هو طعمه حلو يعني. هو طبعا عشان الأسبوع هذا كمان أسبوع هذا، فإحنا شرينا اليوم كمان من الزيارة اللي زرناها بسكوت بطعم السيرب أو الميبل سيرب وشكل الشجرة أو شكل الورقة تبعت كندا. طبعا حبينا نعطيكم معلومة، احنا عم نسوي برنامج او معلومات عن كندا، ومعلومة بسيطة انه 70% من شراب القيقب يصدر من مقاطعة كيبيك اللي موجودة في كندا، المقاطعة الفرنسية، و20% يصدر من مقاطعة انتاريو. هو اول وثاني منتج في العالم لهذا الميبل سيرب، فحوالي 90% منهم يصدروا من كندا. عشان هيك الكنديين يعتبروا هم أهل الشراب هذا، أو أهل شراب القيقب أو الميبل سيرب، وعشان هيك كمان كندا اعتمدته كشعار لها، فهم فخورين بهذا الشراب. وإذا بتيجوا على كندا أهلا وسهلا فيكم، بنعمل لكم بانكيك، بنحط لكم عليه ميبل سيرب، وبنطعميكم لحمة. البيف هون مشهور، بنطعميكم لحمة مع شراب القيقب. يعطيكم ألف عافية، وأيامكم حلوة زي شراب القيقب.